مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سأقدم لكم الوجوه الحقيقية لأشهر الفراعنة المصريين، لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة. كل ما نعلمه على المصريين القدماء هو آثارهم التي أرشدتنا إلى كل ما يتعلق بهم من تاريخ وحياة يومية وطريقة عيش، ولكن آخر ما توصل إليه الباحثون هو معرفة أشكالهم الحقيقية، وذلك عن طريق إعادة نحتها وفقا للمومياءات التي يجدونها واستنادا أيضا إلى بعض تماثيلهم. كثفت الدراسات على المومياوات وخرج الباحثون بهذه الصور التي تعطي الملامح الحقيقية لوجوه الفراعنة. ولعل من أبرز ما تم عرضه هو شكل تخيلي للملك توت عنخ آمون، وذلك بعد العمل على موميائه، فقدم ديسكفري تشانل سنة 2013 هذه الصورة والتي أظهر فيها التواء القدم الذي وجد في المومياء والناتج عن حادث تعرض له قبل موته، ولا يبتعد عنه كثيرا هذا الشكل التخيلي الذي صدر سنة 2005 والذي قدمه فريق من الباحثين بجامعة شيكاغو. وأما هذا الرسم فهو للملك رمسيس الثاني، الملك الثالث في الأسرة التاسعة عشر، والصورة على اليسار هي مومياء الملك، وبقية الصور تعبر عن شكله الحقيقي تقريبا. وأما هذه فهي لشكل الملك سيت الأول، وهو والد الملك رمسيس الثاني، وقد تم التوصل إلى وجهه وفقا للمومياء الخاصة به المحفوظة بالمتحف المصري. نمر إلى هذه الصورة والتي تم التوصل إليها بعد العمل على مومياء طفل رضيع محفوظة بمتحف سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرضيع يتراوح عمره بين 6 إلى 9 شهور، وصلت موميائه إلى المتحف عن طريق سيدة باعتها للمتحف سنة 1985، وذكر في السجلات أن تلك السيدة قد اشتراها جدها الأكبر من خلال رحلته إلى الشرق الأوسط. وأما هذه الصورة فتعود للملكة تيشيري جدة الملك أحمس طارد الهكسوس، وقد تم رسمها استنادا على شكل التمثال الموجود بالمتحف البريطاني. نمر إلى صورة الملكة نيفرتيتي زوجة الملك أخناتون، وقد توصل عدة باحثين إلى هذا الشكل، فيما توصل آخرون في آخر دراسة إلى هذا الشكل، وهو آخر تحديث لشكل الملكة نيفرتيتي. نمر إلى هذه الصورة التي رسمت بناء على مومياء موجود بمتحف اللوفر، وهي للملكة أحمس نبرتاري زوجة الملك أحمس، وهي أيضا ابنة الملك سقننرع. أما هذه اللوحة فهي مستندة على تمثيل الأميرة ميرت آتون والذي يوجد بمتحف اللوفر، وهي أكبر بنات الملك أخناتون. نمر إلى هذه السيدة وهي امرأة من الأثرياء تسمى تي إيمينينت، وقد عاشت في عهد الأسرة 26، ويوجد تابوتها ومومياؤها في متحف ريتشموند. هذه أيضا صورة لكاهن مصري عاش في سوهاج اسمه إيرت حيرو، عاش أثناء فترة الاحتلال الفارسي لمصر، ومومياؤه موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية. نمر إلى هذه الصور التي أثارت الكثير من الجدل عن الملكة كليوباترا السابعة، والتي أظهرت أن كليوباترا لم تكن جميلة جدا كما تم تخيلها، وإنما كانت ذات ملامح عادية. أخيرا نصل إلى هذه المومياء المعروضة في مركز ولاية أوهايو للتاريخ بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحتوي التابوت على نقوش تذكر اسم سيدة تدعى نيسي خونسو باشيري، ولكن في سنة 2013 ومن خلال أبحاث تمت بالمركز تم اكتشاف أن المومياء لا تخص صاحبة التابوت الأصلية، ولكنها سيدة أخرى مجهولة الهوية، وأطلق عليها اسم أمونت وتعني الخفية. هنا أعزائي أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة عن التاريخ الفرعوني.